من هذه الثلاث سنوات يعني وظفنا اكثر من من بوزون 15000 خريجي المدارس العليا للاساتذه ان بلس دو 15000 ان ان 3 ans وا شي اللي عاود اكدت لهم ان ضمان ضمان المنصب موجود ضمان المنصب موجود هم شي راهم يطالبوا ان يكون المنصب في الولايات اللي راه يقرأ. حنا رحنا نقولوا باللي على حسب الاحتياج القطاع التربيه المنصب هو رحنا اكدين له ولكن اذا محتاجين وعندي عدد في 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 تخصص معين في ولايه اخرى عنده كذلك الاولويه على المستوى الوطني